لما تيجي النهارده تحاول تنتج فيلم بهذا العدد من النجوم يتكلف مليار جنيه. مليار جنيه ليه؟ لان السادة النجوم بيقول لك، اللي يقول لك انا باخد 50 مليون، واللي يقول لك انا باخد 25 مليون، واللي بيقول لك انا باخد 70 مليون، واللي بيقول لك انا يعني لن اتنازل عن اجري، انا 90 مليون. 90 مليون ايه؟ 90 مليون برغوت بقى ولا حاجه، ولا 90 مليون امله؟ حاجات غريبه بتحصل. افتكرت ولا ما افتكرتوش يا واد انت؟ هو يقول من سنتين ايام انتخابات البرلمان وانتوا تجروا تنتخب، ورجعت قلت لكم في انتخابات الرئاسه يا ولاد انتخبوا شفيق، ده شفيق لو زعلنا منه هنزقه زقه يقع، انما دول صدقوني هعلقوا المشان محدش يصدقني. قام راحت واحده قالت لي شفيق ده توفيق بيهاجم. قلت لها يا وليه ايه؟ يا وليه ايه؟ اذا كنت عايزه تتجوزيه قولي وانا اطلب لك ايه؟